نعم. السلام عليكم. السلام. بارك الله خير شهد العزيز. نعم. يا شيخ الله يحفظك، فيه رجل استقبل زوجته في مطار جدة وهي آتية الحج. وهي قد أحرمت طبعا، أحرمت وهي حائض، فقال لها زوجها إن إحرامك لم ينعقد. هي طبعا طهرت بعد الإحرام. إيش؟ أقول طهرت بعد الإحرام. هذا الكلام. أقول امرأة أحرمت وهي حائض واستقبلها زوجها في مطار جدة، وبعدما وصلت طهرت، فخدعها زوجها وقال لها إن إحرامك لم ينعقد لأنك حائض وهي جاهلة، فقالت سأتأكد. قال في ذمتي، إحرامك لم ينعقد ولا عليك شيء، وجامعها. فوافقت بناء على كلامه أن إحرامها لم ينعقد وهي حائض. لا كمل عليها دم. ما تكون جاهلة يا شيخ؟ والله عندي نظر بالجهل، لأن الجاهل مفرط خلاف الناس. لأن حلف لها وأكد لها وقال في ذمتي. القول بالقول قوي، لكن يعني تفدي احتياطا. إذا غلط احتياطا وفعلا تحت أولى. أولى. كان هذا الاتصال على فضيلة الشيخ شيخ الإسلام الإمام الحجة إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. ضحى يوم الخميس 15 من شهر الحجة عام 1419 هجرية، وأظن الشيخ سيسافر هذا اليوم إلى مكة ثم الطائف. نسأل الله أن يحفظه ويطول في عمره على طاعته.